شيخنا في تتميما للبحث، قد يقال وقد قيل حقا بالنسبة للمسألة اللي أشرت إليها الآن إشارة، وهي قضية الفتنة. يعني الآن هذا مذهب يعني يتوسط فيه البعض، فيقولون نحن لا نوجب عليها الستر، وكذلك لا نجيز لها الكشف مطلقا، ولكن عند خشية الفتنة نوجب عليها الستر. فحبذا شيخنا لو يعني تلقون الضوء على هذه المسألة. أنا حسب ما أفهم من الشرع، هذه الفتنة التي تخشى لا يجوز أن تجعل مذهبا عاما يشمل جميع النساء، لكني أقول أية امرأة تتمتع بما أباه الله لها من الكشف عن وجهها إذا ما شعرت أنها ستقع في الفتنة، فهنا يجب أن تبتعد عنها بأي وسيلة وبأي طريق، إن كان يكفي السدل والتغطية فبها، وإلا فالهرب الهرب. ففرق كبير جدا بين أن نفرض على النساء كلهن أن يسترن وجوههن خشية الفتنة، وبين نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. طبعا عندنا أسئلة. لا تكثرها الليلة، قللها، في يعني ضيوف، اختر منها أهم ما عندك الليلة. أولا نبدأ بتحقيق بعض الحديث، حديث لكل مؤمن في الجنة. ما سمعتني؟ ألو؟ نعم. ما سمعتني؟ سمعتك جيدا. ماذا سمعت مني؟ أن أقلل ما أمكن. كيف تقلل وأنت بتقول أولا؟ هاي هذه بتخوف.